مرحبا، اهلا وسهلا فيكم في حلقه جديده. وسلام بالجميع في رمضانيات، كل عام وانتم بخير. اليوم بدنا نحكي عن احد المشروبات الرمضانيه المشهوره، وهو العرقسوس. العرقسوس الاسم غريب شويه، لكن هو مشروب مشهور كثير في رمضان، وتنتشر مبيعاته في رمضان. بالانجليزي اسمه ليكرش. وهذا العرقسوس هو يمكن المشروب المفضل لعدد كبير من الناس، مع انه له طعم غريب ورائحه تختلف. في ناس كثير ما بتقدر تستصيغه ولا تشربه، ولكن مرتبط برمضان لانه له فوائد عظيمه جدا. حنحكي عن فوائده الصحيه شويه، ولكن الطقوس، خلينا نحكي عن طقوس رمضان لانه هذا المهم في الموضوع. العرقسوس عاده يباع في الخارج، في ناس كثير بتسويه في البيت، تنقع العرقسوس وتستخرج منه الخلاصه اللي هو الماء وبتشربه عند الافطار وعند السحور، خاصه لانه بمنع العطش، يعني هو محارب للعطش. لكن في له طقوس تباع في الخارج. هاي الطقوس لما بتروح انت هيك تروح تشتري عرقسوس بارد، بكون عليه ثلج، بنحط فيه في وعاء أو في كيس، عادة بربطوه في أكياس نايلون، نعم بأكياس، وبنباع لابس عرقسوس مع الطربوش. هذا يعطي رونق خاص، بكون ماسك كاستين نحاس وبطق فيهم عشان الناس تسمع أنه هذا بائع العصائر أو بائع عرقسوس. خلينا نيجي على عرقسوس. شو فوائد عرقسوس؟ فوائد عرقسوس كثيرة جدا صحية. من أهم هذه الفوائد اللي هو زي ما حكينا مانع للعطش، فشربه عند السحور يؤدي بشكل كبير إلى عدم الجفاف في الحلق لمدة طويلة. فوائد صحية له عندما تشربه. طبعا ناس كتير للأسف بتشربه بكميات كبيرة من السكر لأنه طعمه شوي صعب. الأفضل شربه بدون سكر، وهذا صعب، يعني حتى لو نحط عليه ستيفيا أو محليات غير السكر الطبيعي اللي بنستخدمه بيكون أفضل. الأهم شغلة إنه هو مضاد للالتهابات. نعم يا جماعة، هو أنتي بكتيريال وأنتي فيرال. الناس اللي خايفة كانت من الكوفيد ومن الرشح والهذا، هذا مهم جدا، مضاد طبيعي للالتهابات البكتيرية والفيروسية وحتى الطفيليات اللي موجودة في الأمعاء. وهو رائع جدا لتنظيف الجسم ومضاد لهذه البكتيريا. قرحة، الناس كتير بتحكي عن موضوع القرحة، وهذا من الموضوع المؤرقة جدا، قرحة المعدة أو قرحة الأمعاء. هذول القرحتين من الأمراض اللي كتير مؤلمة وسيئة، والناس كتير بتعاني منها وهي طويلة جدا. اللي ما شرب عرقسوس وعنده قرحة معناها ما حاول يتعالج. هذا الموضوع جدا مهم للتقرحات، سواء اللي في المعدة أو حتى تقرحات الجلد. ناس بتسعيد إن عندها تقرحات، هنحكي عن موضوع الاستخدام الخارجي في نهاية الحلقة. الحموضة، في ناس عندها حموضة بتصير أو الرفلكس هذا اللي بصير في المعدة، هذا كتير كتير بيساعد في عرق السوس، شرب عرق السوس. موضوع الهضم، في ناس عندها تعسر في الهضم، وخاصة في رمضان احنا بنعرف بعد افطار صيام عدد كبير من الساعات بيجي العسر الهضم، بده ياكل بب 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 وبعدين بتوقف عن هذا، لما بيكون طبعا الكرش عنده امتلى وخلاص ما قادر يتحرك. عسر الهضم هذا مشكله كبيره، وبالتالي عرق السوس يساعد في موضوع عمليه الهضم. الناس اللي عندها امساك، وهذا الموضوع بنشوفه كثير في رمضان لانه الناس كثير ما بتشرب مياه، عرق السوس كتير مسلك للأمعاء وممكن يساعد في عملية الإمساك وبمشي المعدة زي ما بنحكي بالعامية. جهاز المناعة، يا جماعة ما بدي أحكي قديش بيقوي جهاز المناعة، لأنه بيعادل البكتيريا اللي موجودة في الأمعاء وبخليك بالفعل تشتغل هاي البكتيريا بشكل صحيح. بنظف الأمعاء، بيعمل زي كلينسينج أو تنظيف للأمعاء، وبالتالي بقوي جهاز المناعة بشكل عام. الهرمونات، كثير ناس عندها مشاكل في الهرمونات، وخاصة السيدات لما بوصلوا لعمر معين اللي هو قبل عمر انقطاع العادة الشهرية، بصير عندهم خربطة كثير في الهرمونات. هذا كثير بنظم الهرمونات، وخاصة الهرمونات الجنسية بشكل عام عند الرجل وعند المرأة، ولكن عند المرأة تنظر إلها أو ينظمها بشكل أفضل. الاسترس، واو، هذا يعني هو سحر لموضوع الاسترس. ليش؟ لأنه بنشط الغدة الكظرية
اللي بتسبب بعض الهرمونات اللي ممكن تحارب الاسترس. فهذا الموضوع مهم جدا للناس اللي عندها استرس وبتعاني في الاسترس. الدم بيصير بحسن تدفق الدم، بحسن تدفق الدم إلى الدماغ إلى القلب إلى الأعضاء، وبالتالي هذا بيساعد كتير على إنه ينشط الذاكرة وينشط الجسم ويعطيك قوة وزي ما بيحكوا باور هيك تمشي فيه. في النهاية بدي أحكي عن الاستخدامات الخارجية. من هاي الاستخدامات الخارجية الالتهابات من هذا الالتهابات اللي هي زي ما حكينا التقرحات. إذا واحد عنده تقرحات بتصير في الجسم، في ناس بيناموا مدة طويلة بسبب مشاكل أو معاناة لبعض الأمراض اللي ما بيقدروا يتحركوا فيها بسبب تقرحات سموها البيد ألسرز. ممكن برضو في حب الشباب، خاصة الشباب الصغار، ممكن يشربوه وممكن يحطوه على الوجه كماسك. وكمان للأكزيما، موضوع الأكزيما كتير بيساعد في حلها. هذا اليوم عن عرق سوس، إن شاء الله نراكم في حلقات قادمة وتصبحوا على خير. كل عام وأنتم بخير مرة تانية.